ماي فير ليدي، مملكتك. تفضلي. ليه كده؟ أمان. وانت شاكك في حاجة ولا ايه؟ يعني الواحد لازم يعمل حسابه، ممكن حد من بنات ريماس يجي ولا حاجة. انت مش قلت ان هما مستحيل يجوا؟ بس كده أمان أكتر. تسمحي لي بالرقصة دي؟ بس أنا متضايقة منك على فكرة، انت مش عامل حسابي خالص. يعني أنا كان المفروض ما وافقش باللي انت بتعمله ده. ليه بس؟ على فكرة أنا وافقت عشان أنت أصريت وحسيت أنك ممكن تشك أن أنا مش عايزة أبقى معاك. غير كده أنا مش مبسوطة باللي أنت عامله ده خالص بصراحة. ما تقوليش كده. أنا عملت كل حاجة في الدنيا دي عشان تبقي أسعد إنسانة. عارفة أنت أذكى واحدة أنا قابلتها في حياتي. طبعا. وأجمل واحدة. تقدر تقول غير كده؟ وأكتر واحدة عصبها قوية. أنا قلت وإحنا عند المأذون إن أنت مش هتكملي وهتمشي. ليه؟ قلت إن أنت هتنهاري وعصبك هتخونك. أنت عملت كل حاجة صح، قدرتي تاخدي اللي أنت عايزاه مني من غير ما أفكر ولا أدور. أنا لما دورت عرفت ناريمان مرات كمال تبقى أختك، مش كده؟ ها؟ أيوة. وطبعا جاية تاخدي بطرها. أيوة مني، مش كده؟ ما أنا مش هسيبك إلا لما أخد طار أختي منك. عارفة أنت صعبانة عليا قوي. أنت لسه صغيرة زهرات، قدرت تكسبي عركة مش الحرب، لأن الحرب مليون عركة وعمك هو اللي كسب الحرب. شفت القدر بيعمل ايه؟ هانم الست الكمل اللي انت كنت عايزه تدخليها مستشفى المجانين وتاخدي كل حاجة وتشفطيها مني وبعدين تسيبيني وتمشي، صح؟ لكن القدر بقى لعب لعبته وكل حاجة بقت في صالحنا. الست المجنونة دي هتخلص عليك وهتقتلك، لأن المجنون ما بيتحاسبش على أفعاله. وأنا صغير كده كنت دايما أشوف في التلفزيون الناس وهي بتتعدم بيقول له نفسك في ايه؟ انت بقى نفسك في ايه؟ تشربي؟ تاكلي؟ انا تحت امرك. ولا ايه رايك يا هانم؟ صح، انت صح. يا ما جابتش راجل.